ميتشيل ما يعديش تصوير غدارة روبن نيفيز البرتغالي يضرب ولا يبالي. هذا هو روبن نيفيز. كرة كانت مرتدة من الدفاع كادل. هذه كرة سالم الدوسري يعدي وين الكرة بعيدة. سالم يسلم منه دفاع النصر يشتكي من العشب. سالم الدوسري في أول اختراق للنجم سالم الدوسري كرة جول ونواف نواف العملاق نواف مرة أخرى يقدم قطر 2022 كرة اختيرة والحارس نواف العكيدي ما زال تيس رايعة منه ويضيع توازنه أليكس تيس اللي طالب بمخالفة أريسكا ورونالدو كرة بالراس نواس التسويب من سيكو فوفانا وروبن نيفيز في التصدي طويلة لساديو ماني ميشيل يعدي والحكم ماذا يقول رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء أي قوة في المراوغة للبرازيلي ميشيل بنيفيس اللي وسع ونواف يكسب المخالفة نواف مرة أخرى حاضر في العرين مناوشات ما بين نواف العكيدي وخالدو كوليبالي يلعب مع السنغالي اللي وسع رايعة يا ويس يا محمد يا ويس مريان ناير في العرين لعويس جابها لعب فانا يوسع رونالدو بالراس كرة اختيرة رونالدو بالراس لكن خارج الإطار كرة خيبرة التسويب ومحمد لعويس عبد الله خيبري كان خبير في هذه الكرة يقتنصها على طول والعويس متصدي قالي ماني يوسع وبرازوفيتش بقصية كرواتية ضاعت على نجم الكرة برازوفيتش للمرة الثانية في انتر ميلانو الايطالي كرة انتر ميلانو الايطالي كرة هجومية رونالدو كريستيانو التسويب تريسكا اي 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 الحارس محمد العويس يتقدم عالية الكرة رائعة التسويب روبن يعدي والمخالفة خالدو كوليبالي بالورقة اليوم خيبري سيكو فوفانا غريبة رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويس على الخط النهائي ولو ان هنالك راية ماركو يوزع كرة جول كرة جول ميشيل ديلجادو الهلال يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو وحده وحده الزعيم الازرق ما اجمل لونه وما اقوى جنونه هذا هو الهلال حارق وهاج وفتاك ديلجادو غازي شوزوفيتش او اليكس تيس على طول لعويس حارس الامان رايع في الميدان ركنيه
رونالدو قوية، قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى قتال الحارس العويس أندرسون تاليسكا العويس، بطل الدور النهائي العويس، مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا فاينل بكل تأكيد. غنامي وسع رونالدو مالكوم مالكوم يدخل العمري، وقد تكون الورقة الحمراء. الهلاليون يطالبون بالورقة الحمراء، والحكم رضوان جيد ياسر وصابيتش، والكرة بعيدة، ضربة مرمى ناعف، كرة رونالدو، جول 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 رونالدو، كريستيانو يعود بالنصر، أو النصر بالأسطورة يا حاتم حكام الكورة، هو رونالدو يعدل النتيجة لفريق النصر. على كرة من روبن نيفيز، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ماذا يحدث في الميدان؟ ما هذا الجنون؟ ما هذه الفنون؟ الهلال يكسب ضربة جزاء، رضوان جيد أمامنا، انطلاقة الكرة لسافيتش، ميلانكوفيتش قويا الآن، رونالدو، هنالك رأي، هنالك رأي، أي مجهودات خرافية لنجم الكرة البرتغالية، رونالدو لا يهدأ له بال، هذه هي قيمة وهمة الرجال. ريفيس عالية، مالكوم مالكوم مالكوم، والدفاع الدفاع النصراوي يمضي ولا يبالي، كرة خطيرة من البرازيلي مالكوم. Thank you.